مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله أتمنى تكونوا ملاح وبصحة جيدة وتحياتي للجميع. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الخبر الذي ورد اليوم. توتو سبورت الإيطالية تؤكد بأن تورينو الإيطالي يريد ضم اللاعب الرجاء سفيان الرحيمي إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية. في بداية المقطع لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل جديد. دخل الدولي المغربي سفيان الرحيمي لاعب الرجاء البيضاوي ضمن حسابات تورينو الإيطالي من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية اليوم الخميس أن رحيمي دخل ضمن حسابات تورينو تحسبا لرحيل ثنائي الفريق أندريا بيلوتي وسيموني زازا. وأضافت الصحيفة أن بيلوتي يعد هدفا لجوزي مورينو المدير الفني الجديد لروما الإيطالي من أجل ضمه في الصيف المقبل، خاصة وأن عقده مع تورينو أوشك على الانتهاء. ويعتبر سفيان رحيمي هدفا للأهلي من أجل تعزيز الجانب الهجومي للفريق الأحمر، حيث ذكرت تقارير صحفية سابقة عن وجود رغبة من الأهلي المصري لضم الجناح المغربي سفيان رحيمي. وكان التونسي الأسعد جرد المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي كشف عن تلقي رحيمي عروضا من جانب أندية فرنسية وألمانية، حيث يرى المدير الفني للرجاء أن قيمة اللاعب التسويقية أكثر من 5 ملايين دولار. ويعتبر رحيمي أحد أبرز لاعبي البطولة المغربية في الموسم الحالي، حيث شارك صاحب 25 عاما في 31 مباراة مع الرجاء، سجل من خلالها 12 هدفا وصنع 13 هدفا حاسما. بالتوفيق للاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.